عليكم، ومازال معكم الطلاب ديال طنجة. حنا دابا في النواحي ديال ملابس العام، ملابس العام اللي معروفة حتى هي بالفلاحة، ومن الفلاحة اللي مطورة فيها بشكل كبير، اللي كنشوفوها خصوصا على هاد الطريق هادي، هاد المقطع الطرقي، كنشوفو البنان يا البنان، لكل من يشتاق إلى البنان فعليه بمدينة بوسلان. في النواحي ديالو، حنا في النواحي مكنوصلناش للمدينة، مكنوصلناش ليها، ولكن بدات المعالم ديالها كتبان بهذوك السير اللي كنشوفو ديال البنان اللي كنشوفهم على مقاطع غابوية في هذه المنطقة حتى هي. مرة مرة على اليسار كتبان لنا مزيج ما بين الربيع، ما بين الشجر، ما بين الغابة، وما بين الرملة ديال البحر، بحيث أن المنطقة جات قريبة بزاف للبحر. هذا أفضل مع الله سبحانه وتعالى التنوع ديال الطبيعة. على اليسار هنا دابا كنشوفو بزاف، خصوصا في هاد الغابة اللي على اليسار ديالنا، كنشوفو عملية تربية النحل، تلقيح النحل، بحيث كنشوفو في الصنارك بزاف كاينين في النواحي، والنحل اللي هو دليل على التوازن ديال الإيكوسيستيم اللي كيكون في المنطقة. ملي كيستغرق النحل في شي بلاصة، عارف حنا كنقولو الخير النحل شريف، ولكن علميا أن الإيكوسيستيم كيكون على خير، يعني كيلقى النحل باش مي يقولو كيساهم حتى هو في عملية التلقيح اللي كتعاون على التكاثر في المنطقة. علم ديالنا دابا حنا قراب بزاف تي جي في، السكه ديال تي جي في كنشوف فيها الليم ديالنا لي راي ديالها، وهم كيديرو ليها بروتيكسيون بهاد الاسلاك مشبكة، لان يقدر يكون شي بروجيكسيون ديال الحجار، ولا ميدخلش لا حيوان لا انسان هاد المنطقة، لان صعيبة بزاف. والله السلامة. تي جي في اللي حتى هو ولا واحد من الأشياء الجميلة اللي كاينة في المغرب، واللي كانوا ينتقدوا بزاف الناس في الأول، ولكن الحمد لله الانتقادات اللي كانوا في الأول كلهم طلعوا خطأ، وهذا دليل على أن ضروري خصنا نزيدوا القدام، وخا نسمعوا شي واحد كينتقد، ناخذوا الانتقاد ديالو ونأناليزيو، إلا بالينا فيه شي مصلحة، بالينا فيه شي حاجة نقدروا ناخذوها كحكمة، نستافدوا منها ونطوروا هذيك الأفكار اللي كانت عندنا. راه هذه الناس راه مهمة بزاف، ولكن إلا بان لك انتقادات سلبية اللي كتفشلك وكتخليك ما كتزيدش القدام، الأحسن الإنسان يسد ودنيه ويتوكل على الله، وإذا عزمت فتوكل على الله، هذا هو الشعار. دونك الإنسان إلا عزم على شي فكرة كان مقتنع، بيان سور يتشاور مع الناس، يتشاور مع الانتوراج ديالو، مع الحكماء، سيرتو الحكماء، الناس اللي معروفين، الناس اللي كيعطيو إفادة إيجابية، ماشي الناس اللي كيعطيو الإفادة السلبية، لأن المحبطين تبارك الله موجودين بزاف، بعض المرات كتكون عن قصد، وبعض المرات كتكون عن غير قصد، الحسنية. ولكن الإنسان إلى توكل على الله وعزم شي حاجة خصوصا اقتنع بها وكانت عندها علاقة مع المبادئ ديالو، ما غتعاديش الناس، يتوكل على الله ويبقى. دونك كما قلنا هنا كنشوفو زراعة الموز، البنان، وما أدراك البنان. البنان يا سيدي موجود بكثرة في المنطقة، كاين فلاحات أخرى ما كاينش غير البنان، ولكن من
الفلاحات اللي كنشوفو بزاف هما هادو دابا كنشوفو البنان على البنان اللي بغى البنان يجي يلبس لها شعرنا الدائم الله الوطن الملك ومبروك عواشركم وغادي نخليكم مع القطات الأخيرة من البلد شعرنا.